اليوم. اليوم الفيديو رح يكون عن الفاشن، رح أسوي لكم ستايلات مختلفة ممكن تلبسوهم من الاثنين للأحد، يعني طول الأسبوع. قررت أسوي هالفكرة لأنه أحياناً بنكون مضغوطين بالشغل أو بتكون عندنا دراسة وما بيكون عندنا أي فكرة شو إنه رح نلبس مثلاً لليوم أو بكرة أو بعد بكرة. إذا ما كنتوا تتابعوني بالإنستغرام بوز وروحوا تابعوني على صفحتي بالإنستغرام، رح تظهر على الشاشة وكمان رح خلي لكم رابط الصفحة بالدسكريبشن بوكس تحت. كمان ما تنسوا لايك للفيديو، خلينا نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وأهم شيء تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك بالأحمر اللي موجود هون أو موجود هون أو موجود هون أو موجود تحت. وبس خلينا نبلش. وخلينا نبلش ببداية الأسبوع يوم الاثنين بهذا الأوتفيت الكتير بسيط والكاجوال، وهذا ستايلي في غالب الأحيان، بلوزة جينز وبوتس او ممكن سنيكرز كمان. فاللي حبيته في البلوزة اول شيء انها كتير بسيطة وكمان لونها ايجاني وكتير مريحة. اضفت بعض الاكسسوارات، شوكر وساعة وكمان شنطة، هاي الشنطة يمكن شفتوها كتير بالانستغرام، هي من زارا. وكمان اللي حبيته انها مناسبة كتير للتطريزة اللي موجودة وراء الجينز، كتير حبيت صراحة. انتو ايش رأيكم؟ التنسيق ليوم الثلاثاء صراحة بيفتح النفس، الألوان تجنن ولونها كتير فاتح والأبيض كتير بحب هاي النوعية من الألوان. البلوزة صراحة تجنن، حاولت إنه أنسقها مع الجينز من اللون الأبيض ومع سنيكرز، وزي ما قلتكم هاي البلوزة تجنن جنن كتير حبيتها، حبيت الألوان وكمان حبيت حتى شكلها لأنه كتير يونيك، ممكن الواحد يعني يلبسها كاجوال وكمان شيك لطلعة أو سهرة على حسب الشوز اللي راح تلبسه معها وعلى حسب الميكاب وعلى حسب الشعر كمان. فالحلو فيها كمان انه ممكن تربطيها من قدام وكمان ممكن تربطيها من ورا اللي يعجبك، وكمان ممكن تلبسي معها اي باك يعجبك. يوم الأربعاء هو للأوتفيت الكيوت. طبعا وسط الأسبوع بحب أكسر الروتين وألبس شيء مختلف، فالتي شورت ميكي ماوس، أنا كتير بحب ميكي ماوس مع النظارات وكمان مع هالسروال كتير مريح، أحيانا بلبسه برا البيت وكمان بالبيت مع سنيكرز. زي ما انتم شايفين الأوتفيت طلع كتير كيوت، إيش رأيكم؟ كمان إذا كان الجو عندكم بارد فممكن تفوا عليه جاكيت جلدي او اي نوع من الجاكيت متوفر عندكم، فراح خليكم تفاصيل كل الاوتفيت بالدسكريبشن بوكس تحت. يوم الخميس بحب البس يعني اسهل اوتفيت، هذا هو اسهل اوتفيت الواحد ممكن ينسقه وبيطلع كتير شيك وكتير حلو كتير انيق، فمشان هيك اخترت هالسواتر بلون ابيض من الصوف وكمان كتير دافية، وحبيت انسقها مع الاوفر ني بوتس اللي هم يعني صاروا دارجين كتير مؤخرا في الفترة الاخيرة، لونهم يجنن كتير مريحين وكمان كتير دافيين. فكمان ممكن تضيفوا عليه اكسسوارات، نظارات، طربوش، اي شيء يعجبكم وخميسكم فلة. يوم الجمعة اخترت لكم هذا اللوك اللي كتير بسيط بس بنفس الوقت انيق، كتير حبيت التوب مبين كأنه غالي الثمن، بين كتير كلاس هيك وكتير مرتب، فصراحة كتير كتير حبيته بس بصراحة هو مو غالي كتير. كمان البوتس كتير حبيتهم من الجلد، نسقته من البوتس، طبعا ممكن انتو تنسقوه مع الهاي هيلز او على حسب خرجتكم على حسب الاشياء اللي راح تسوونها. وكمان اذا عندكم برد بالبلد اللي انتو فيه فممكن تلبسوه مع جاكيت او مع كوت. هاي الجاكيت اخذتها من توب شوب كتير كتير حبيتها، كتير دافية وكمان كتير ستايلش، وكمان ممكن نضيفه مثلا يعني النظارات، ليش لا؟ طبعا هذا الشيء بيرجع لإلكم. يوم السبت في بعض البلدان هو ويكند، فالواحد بده يطلع مع صحباته بعدين يسوي هالحركات الفاشن ويجيب العيد زي كذا. طبعا هاي اللقطة كانت من كواليس التصوير. المهم هذا هو الاوتفيت، جينز هاي ويستد جينز مع هاي هيلز مع هالشنطة الكتكوتة الصغنونة اللي كتير حبيت. كمان البليزر انا اعتبرها انها كتير مهمة تكون عند اي بنت لانك ممكن تنسقيها مع اي شيء، مع التي شيرت جينز وتطلعين فلة.
الاوتفيت تبعي يوم الاحد اخترته انه يكون عادي او اكثر من عادي وكتير مريح، مشان هيك اخترت الاوفر سايز سواتر زي ما انتم شايفين، لونها يجنن، وكمان نظارات على حسب الرغبة طبعا، جينز وسنيكرز لانهم كتير مريحين، وكمان ممكن تضيفوا كاسكيت اللي يعجبكم على حسب الرغبة. هو كتير عادي بس كيوت بنفس الوقت، وكمان طبعا النظارات ماوريتس بيبان. بس اذا غيرتي رأيك يوم الاحد وحابة تظهري برا، حابة تكوني شيك، فممكن تختاري هذا الاوتفيت اللي هو مكون من توب كتير حلو صراحة، وكمان هالشورتس من زارا اللي هم على شكل سكيرتس، والبوتس من ميس جايدد على ما اتذكر. هخلي لكم كل الروابط بالديسكريبشن بوكس تحت. وطبعا اذا كان الجو بارد فممكن تضيفي عليه جاكيت او كوت على حسب رغبتكم. هذا الكوت يجنن يجنن صراحة، اول شيء انيق ولونه كتير حلو، وممكن تلبسي معه كتير اشياء، وكمان دافي نوعا ما، يعني مو كتير بس نوعا ما. فأتمنى يعجبكم الفيديو، إذا عجبكم ما تنسوا اللايك شير وسبسكرايب. باي.